التأدبية لمصلحة فريق بريستون. يندم بريستون على ضياع الفرص، هل يندم بريستون على ما فات من أحداث هذه المواجهة بعد أن أضاع لم تكن كرة ولا كرتين بل ثلاث مهيئة للتسجيل، أضاعها ورفض بريستون التقدم من أمام فريق ليفربول. كرة تأتي بعد من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى مينامينو يحاول استلام ممتاز، تقدم الكرة ما زالت عند الياباني تشامبرلين. مورتون لمسة باتجاه سيميكاس، يخرج يصعد يتقدم الآن، كرة للأمام لكن التغطية موجودة، والكرة بعد ذلك على طول تبعد من جانب ليتسون رايان إلى خارج الملعب. الكرة فيها تماس، رمية جانبية عن طريق الجهة اليسرى لمصلحة ليفربول. كورتيس جونز، صافرة ديفيد كوت. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هنا كل الأحداث.